العراق جاي من العراق هاي الخبر، يعني هسه العراق مو بيدنا صار محافظة. العراق مقتل قيادي حوثي بقصف أمريكي استهدف في جرف الصخر بمحافظة بابل. إجابك إجابك، وين السيادة؟ وين الحكومة العراقية؟ وقالت وكالة تسنيم الإيرانية مقتل أحد قادة أنصار الله الحوثي. هاي شيلكم بالكلاوات، أنصار الله، الله ينتقم عليكم إن شاء الله. ولك شنو أنصار الله؟ على أساس شنو؟ ما بقى أحد، بقى بس ذول الأنصار. وشلون ملة وكل واحد نافخ مال قاتل، وذول أنصار الله ويقتلون بالأبرياء، غير أنصار الله. اسم هذا حسين عبد الله مستور الشبل في مهمة خارج اليمن. احنا ايش قلنا لكم ذيك المرة؟ هام جبنا طاري، مو قلنا لكم يا ترى بالعراق وجاي يرتبون، وكان بوقتها قلنا لكم يا ترى هذا كله تحذير، دير بالكم يا جيراننا دول الخليج. وقد قتل هذا القيادي في الهجوم الامريكي الاخير على العراق، ارض العراق محتلة من قبل امريكا. امريكا اللي قاعد تجهز هذا كله، فخاف واحد عنده شك ان امريكا اللي جاي تجهز هذا. اللعبة كلها ترى بين روسيا وامريكا والصين، وهي كلها ملتمة، كلها ملتمة على المنطقة. لا تصدقون ان ذولي اعداء ابدا.